بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في البداية مرحبا بكم أيها الكرام في هذه أو في هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا، وأن يكتب الله عز وجل لنا الأجر، وأن يجعلنا الله تعالى من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا اللقاء تحت عنوان ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في مثل هذه الأيام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في بداية الأمر لا بد أن نذكر أنفسنا بأن القرآن مصدر النور لكل مسلم، ومن أسف أن ينتظر المسلم كلام فلان وفلان ولا يفزع لكلام ربه سبحانه وتعالى ولا لكلام مولاه الكريم سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن أنزل علينا هذا القرآن، وأن جعلنا الله عز وجل من خير أمة أخرجت للناس. وقد جعل الله عز وجل القرآن بصائر، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقال الله عز وجل: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فالله عز وجل وصف القرآن بأنه بصائر، وقال الله عز وجل أو ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن من أبصر بالقرآن فهو المبصر حقا. قال الله عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فمن أبصر بالقرآن هو المبصر، ومن لم يبصر بالقرآن فهو في عمى، كما قال الله عز وجل عن المعرضين عن القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل القرآن لنا بصائر، جعل القرآن لنا بصائر. طيب، القرآن الكريم هو مصدر النور في وقت الظلمات، وبخاصة إذا اشتدت الظلمة على الإنسان، ونحن في زمان أجمع الناس على ظلمته، لكن نحن نجتهد في إذهاب هذه الظلمة بنور القرآن المجيد، ونفزع في الملمات وفي الحوادث إلى كتاب الله عز وجل لكي نلتمس منه البصيرة. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنذكر تحت هذا العنوان ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. أولا، أول ذكر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، ذكر الله عز وجل عنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذه الآيات هي أول ذكر لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في القرآن الكريم، وهذه الآيات أكدت على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا هو المشهد العظيم الذي يحكيه ربنا سبحانه وتعالى عن خليله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يرفع مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام قواعد البيت الحرام،
ثم يلجأان لله عز وجل متضرعين قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك. هذا هو الإعلان، هذا هو إعلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدينه، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هل اكتفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن أسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى فقط؟ لا، وإنما نشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الإسلام، نشره إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين بنيه، كما قال الله عز وجل بعد هذه الآية قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شوف ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ذكر أمرا عظيما جدا، ذكر الله عز وجل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ووصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له إسماعيل الولد الأول، إسماعيل الأكبر، وكان له إسحاق، وولد يعقوب صلوات الله وسلامه عليه وقت حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. على الصحيح يعني من كلام العلماء أن سيدنا يعقوب كان حاضر هذه الوصية. سيدنا يعقوب كان مين؟ سيدنا يعقوب كان حفيد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام كان حفيد سيدنا إبراهيم. فانظروا كيف تنتقل وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ولده أو من أولاده إلى أحفاده إلى بنيه من بعده. وهذا أمر مهم جدا، إن الإنسان لو كان له أولاد لابد أن يحرص على أن يعني يرشدهم إلى الصواب، أن يعلمهم الحق في زمان يعني يطمس فيه الحق طمسا، ويراد لهذا الحق ألا ينتشر، يراد لهذا الحق ألا ينتشر. فربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعقوب، وفي قراءة أخرى قرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه، يعني ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب أيضا وصاه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لم يكتفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالوصية لأولاده المباشرين فقط، وإنما وصى أولاده ووصى حفيده، وصى حفيده يعقوب عليه الصلاة والسلام. وفي القراءة التي نقرأ بها ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني يعقوب أيضا وصى أولاده، وصى أولاده بهذه الوصية. فكأن وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت في عقبه صلوات الله وسلامه عليه، وجعلها كلمة باقية في عقبه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعمل بهذه الوصية ووصى بها أولاده ووصى بها أحفاده ونقله أولاده لأولادهم. فمن هذه الآية الكريمة نأخذ أننا لابد أيضا أن ننقل هذه الوصية لأولادنا، وأن ننقله لجيلنا، وأن ننقل هذه الوصية لأمتنا في وقت انمحت فيه هذه الوصية، وأريد لهذه الوصية أن تطمس وأن يأتي أن يحل محلها دين جديد. ربنا سبحانه وتعالى يقول ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وصى أيضا بنيه قائلا لهم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ربنا سبحانه وتعالى يفصل لأمة الإسلام وصية يعقوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو عم سيدنا يعقوب، والعم والد كما يقول العلماء. فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا
ونحن له مسلمون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فأول ذكر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أعلن في أول ذكر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عن طبيعة دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الإسلام، بل هو دين الأنبياء جميعاً، بل هو الدين الذي لا يرتضي الله عز وجل ديناً غيره. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام دين الأنبياء ودين الرسل ودين أتباع الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولم يكن لله قط ولا يكون لله قط دين سواه. قال أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لسه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. وقالت ملكة سبأ: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه. فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمن وخمسة للشيطان. فدين الرحمن هو الإسلام، والتي للشيطان اليهودية والنصرانية والمجوسية ودين الصابئة ودين المشركين، هذه أديان الشيطان. أي دين غير الإسلام فهو دين الشيطان، دين الشيطان. وقد أكد إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر في كثير من الآيات. ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان داعية التوحيد. لم يكن توحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لنفسه فقط، وإنما نشر هذا الدين بين أولاده، ونشر هذا الدين لغير أولاده، نشر هذا الدين لقومه، نشر هذا الدين لأبيه. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجه قومه من أجل إقامة هذا الدين، وأقام لهم الأدلة على بطلان آلهتهم التي كانوا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عنه: قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حاجه قومه على إسلامه. ومن هنا أيها الكرام نأخذ أيضا أن المسلم لابد أن يكون معتزا بهذا الدين، لابد أن يكون عزيزا به، لابد أن يكون قائما به، لابد أن يكون مستمسكا به. ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى: قال الله عز وجل: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذه عزة المطمئن بالله عز وجل، هذه عزة المطمئن بالله عز وجل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن إسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام على المستوى المعرفي فقط، وإنما كان أيضا على مستوى العمل. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام على مستوى مواجهة قومه، كان يواجههم بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم. وكان أيضا في المقابل يرى هذا الإسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وهو يحكي تضرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لله عز وجل، قال الله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مخلصا لله عز وجل، كان عاملا بهذا الدين، كان عاملا بهذا الدين في تضحيته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ضحى بولده، وهذا هو الدين، هذا هو الإسلام. الإسلام إن الإنسان لا يضحي بدينه، لا يضحي بدينه من أجل الدنيا، وإنما يضحي بالدنيا ومن فيها وما فيها من أجل الله عز وجل، من أجل دين الله تبارك وتعالى. في ناس الآن يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه لأول مشتر، لا يستحضر في حياته أن يضحي بهذا الدين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يضحي بنفسه وكان يضحي بولده صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك ولده وترك امرأته، تركهما بين الجبال، تركهما بين الجبال حتى انقطع انقطع عنها الماء والزاد وعطش الصبي، لكن الله عز وجل أبدلها سبحانه وتعالى كرامة لهذا الصبي النبي وكرامة أيضا لوالده صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الإسلام لله عز وجل. لذلك سيدنا إبراهيم ظهر الإسلام، ظهر الإسلام في أولاده عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى وهو يحكي ما حدث يعني في مكة، قال الله عز وجل: ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فتقبل الله عز وجل دعاءه، وأكرمه الله عز وجل بإسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأكرمه الله عز وجل من ذريته بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، صلى الله عليه وسلم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أكرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أقام دعوته على توحيد الله عز وجل، أقام الدين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقام الدين في نفسه صلوات الله وسلامه عليه، أقام الدين في نفسه عليه الصلاة والسلام. ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنه صفات كثيرة، قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، وقال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، كان خاضعا لزوم الطاعة مع الخضوع، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا، حنيفا يعني إيه؟ يعني مائلا، مائلا عن الضلالة إلى الاستقامة. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون المسلم مائلا عن الضلال إلى الاستقامة، هو يبحث عن الاستقامة دائما. فالماء الحنيف هو المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، وهذا أول ما ينبغي أن ينحرف عنه المسلم، أن ينحرف المسلم عن الشرك، أن ينحرف المسلم عن المشركين. قال الله عز وجل عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. وأعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على المسلم أن يكون مسلما، أن يكون يعني من أهل الديانة، أن يكون من أهل الإسلام. هذا أعظم ما ينعم الله عز وجل على المسلم به. قال الله عز وجل: شاكرا لأنعمه. قال الله عز وجل عنه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أواه يعني كثير التأوه، خاشع لله عز وجل، يظهر عليه الخضوع والخشية لله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان صابرا، إبراهيم من أولي العزم، والله عز وجل قال عنه سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان شجاعا في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم. قال الله عز وجل عنه: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وقال الله عز وجل وهو يذكر قوله لقومه: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. وقال أيضا: كفرنا بكم. يعني يكفر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإيه؟ يكفر إبراهيم بالشرك، ويكفر إبراهيم بالمشركين. ولذلك قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال الله عز وجل لنا، قال الله عز وجل لنا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا. تخيل،
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله أكبر. هذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي يعني يريد فئام من الناس أن يصوروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن دين إبراهيم واليهودية والنصرانية والأديان كل الأديان شيء واحد. لا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مسلما، كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، ما كان يهوديا وما كان نصرانيا وما كان يعبد الأصنام، وإنما كان متبعا لأمر الله عز وجل، مستقيما على هدى الله سبحانه وتعالى، مسلما خاشعا لله سبحانه وتعالى، خاشعا لله عز وجل. وأولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أولى الناس بإبراهيم هم أهل الإسلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فلكل نبي ولاه من النبيين، وولي نبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله ولي المؤمنين. لذلك أيها الكرام، لابد أن يستعلن المسلم بدينه، ولابد أن لا يخشى المسلم أن يظهر هذا الدين، ولابد أن يحرص المسلم على تربية أولاده على أن الدين الحق هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل عنه في القرآن الكريم كثير من الأدلة والبراهين والأساليب التي استخدمها مع قومه ومع أهل الشرك لكي يؤمنوا بالله عز وجل، ولكي يدخلوا في دين ربنا سبحانه وتعالى. وواجه كل أحد، واجه النمرود كما حكاه الله عز وجل في سورة البقرة، وواجه والده، وواجه قومه، واجه كل أحد، إلى أن قال لهم إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس معاداتا وبغضاء للشرك وأهله. تخيل لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا أسلوب من الأساليب التي استخدمها إبراهيم. لماذا نذكر أسلوب ونترك أسلوب؟ لماذا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ البراءة من المشركين هو من أصول دين الإسلام، لأنك تقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم أيضا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وقال الله عز وجل عنه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى، الشرط الوحيد إن إحنا نرجع حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، ثم يتبرأ منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أوثق عرى الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أوثق عرى الإيمان أن يحب الإنسان في الله وأن يبغض في الله، هذا من أوثق عرى الإيمان، المحبة في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى لما اضطر للهجرة من بلده لكي يستعلن بدينه ولكي يعبد ربه هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو يحكي هذه الهجرة وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال الله عز وجل عنه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال الله عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. لذلك لن يقبل الله عز وجل دينا غير دين الإسلام. لابد إن نحن نكرر المعاني دي على أنفسنا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى، لا يرضى لعباده الكفر. لذلك من أعظم الكذب الكذب على أنبياء الله عز وجل.
ان احنا نقول ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام يرضى عن اليهوديه او يرضى عن النصرانيه، بل ان احنا نقول ان موسى يرضى عن اليهوديه او ان عيسى يرضى عن النصرانيه، ليس لمؤمن بموسى او عيسى بيت بعد رساله النبي صلى الله عليه وسلم الا المسجد، الا المسجد. من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين احد من رسله، لا نفرق بين احد من رسله. وقد اخبرتكم الان ان دين الانبياء، كل دين الانبياء هو الاسلام، شرائعهم شتى لكن دينهم هو الاسلام لله عز وجل، انه لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى، لا يعبد الا الله عز وجل. وينبغي على المسلم ان يكون في قلبه حميه تجاه هذا الدين، وحرص ان ينتشر هذا الدين بين العالمين. فلماذا نسوي بين الفريقين؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لذلك لابد أيها الكرام أن تحرصوا على قراءة حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، وكيف هي عبادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، أن تجددوا هذه المعاني في قلوبكم، تجددوا معاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ضحى لله عز وجل، وكيف إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبذ الشرك، وكيف إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني أقام الدين على توحيد الله تبارك وتعالى، أقام الدين على أقام دينه وأقام إسلامه على هذا الأصل، ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا إبراهيم هو الذي رفع القواعد من البيت، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي أذن في الناس بالحج، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي سن للناس هذه السنن. ولذلك نحن أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذا الوقت أيضا وفي هذا الزمان المبارك، الزمان الذي نقبل فيه على شهر رمضان، ينبغي أيضا أن نتأسى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن نتأسى بعبادات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مصليا، كان محافظا على الصلاة، قال الله عز وجل عنه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كثير الدعاء والتضرع، قال الله عز وجل عنه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حكى عنه أدعية كثيرة جدا: ربنا وابعث فيهم رسولا منه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يلجأ لله عز وجل دائما، كان يلجأ لله عز وجل دائما سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا كان إماما للناس، إماما للناس في عمل الخير، إن إبراهيم كان أمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال له: إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إماما للناس في عمل الخير، كان كريما عليه الصلاة والسلام، كان كريما صلوات الله وسلامه عليه، كما حكاه الله عز وجل في القرآن الكريم، كان شجاعا، كان يرعى أهله ويحرص ان اهل سيدنا ابراهيم يكونوا على الدين، يحافظوا على الصلاه، يحافظوا على العباده، يحافظوا على الخير، لان ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى عنه: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كان إبراهيم حليم عليه الصلاة والسلام، يعني يضبط نفسه، قال الله عز وجل عنه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فينبغي أن نعيد في هذه الفترة أو في هذه المرحلة أن نعيد قراءة حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن نعيد قراءة حياة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وأن نتأسى به، وأن نترك كل باطل ينشره المبطلون في هذا الزمان. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا الله عز وجل التأسي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبإقامة الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنا دينا، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا سبحانه وتعالى من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يبارك الله عز وجل لنا ولكم في ما نستقبله من شهر رمضان، وأن يجعلنا الله عز وجل من العاملين فيه بالخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.